السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامج صحي النوم على شاشة NTC، معكم محمد الغيثي. طاب مساءكم وأطيب الله أوقاتكم. النهارده حلقة الثلاثاء 7/8/2018. منذ قليل أعلنت الرقابة الإدارية عن ضربة جديدة لأوكار الفساد. في الحقيقة من يعيش في محافظة الجيزة ومن يمشي في منطقة الأهرامات ومن كان يعرف قيمة هذه المنطقة التي سميت هضبة الأهرام ومن كان يدري شارع الهرم وحكاياته ولياليه وسهراته لابد أن يعي ويعلم ويوقن أن المسؤول عن حي الهرم لابد أن يكون مسؤول بحق، مسؤول ذو مواصفات خاصة، مسؤول يعلم أنه مسؤول، وعندما يعلم أنه مسؤول فبلا شك سيمارس المسؤولية بضمير وضع تحت ضمير مليون خط. منذ قليل أعلن عن القبض على رئيس حي الهرم متلبسا برشوة في مكتبه بالصوت والصورة. يا بلد، ترى كم سنعيش حتى نصحو يوما لنجد البلد نظيفا من الفاسدين؟ وهل يمكن أن يحدث هذا؟ ترى ألا يرعوي أو يتعظ أو يخشى أو يندم هؤلاء المسؤولين الذين هم على كراسيهم؟ ألا يفكرون؟ ألا يسألون حبيبتي من تكون؟ حبيبتي مصر الغريب. وفي كل مرة يقبض فيها على مسؤول فاسد نجد، وللعجب وللغرابة لا تندهش عزيزي المشاهد، نجد أنه عاد قريبا من العمرة وأن أمام مكتبه مصحف كبير وأن هناك شاشة تلفزيونية مفتوحة على أحد قنوات القرآن الكريم. لا تتعجب عزيزي المشاهد، إنها مصر التي قال عنها المتنبي عندما تركها مع كفور الإخيري: نمت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمنا، يعني كروشهم كبرت ولم تفنى العناقيد. هذه هي مصر، مصر التي في خاطري وفي دمي. سنتكلم بالتفصيل عن واقعة القبض على رئيس حي الهرم إلى أهم عناوين أحداث اليوم. تفاصيل زيارة ولي عهد أبو ظبي للقاهرة ولقاء السيسي. القبض على رئيس حي الهرم برشوة بالصوت والصورة. مفاجآت جديدة في حادث مقتل أم بادير أبو مكار. وإحالة قضية انفجار الدقي لأمن الدولة. الحكومة توافق على قانون حماية البيانات الشخصية وحبس سنة لمرتكبي هذه الجريمة. وزير المالية ينتدب كمال نجم رئيسا جديدا لمصلحة الجمارك. البرلمان ينتفض ضد مرزوق والحريري لظهورهما في قنوات الإرهاب. الصحة تعلن زيادة سعر الأنسولين ل 48 جنيها. انتشار التماسيح بترع سوهاج والثعابين بشبرا بخوم. العثور على أكبر مخزن للآثار بمنطقة أكتوبر. عين على السوشيال ميديا. مقتل الفنان السعودي ماجد الماجد برصاصة طائشة. خالد سليم يرد على منتقدي صورته مع زوجته. مشاجرة عنيفة بين المصريين في الكويت. وأخيرا وفاة سناء مظهر شريرة الدراما العربية بعد سنوات من الاعتزال والمرض. فاصل إعلاني ونعود لحضراتكم، محدش يغير شاشة NTC، عندنا انفرادات وعندنا فقرة مهمة جدا هتبقى مفاجأة لحضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. وصح النوم، أهلا بحضراتكم. النهارده الرئيس التقى بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة بدولة الإمارات. مصر والإمارات كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية بيقدموا نموذج مثالي للتعاون البناء بين البلدين. مصر والإمارات في أوج وفي أكثر الفترات ازدهارا في العلاقات، أيضا على المستوى التنسيق سواء الأمني أو الاستراتيجي أو الاقتصادي. هناك مشاريع كبرى استثمارية الإمارات الحقيقة بتعمل فيها، وفي يعني تقريبا اللي عمل دبي واللي عمل ابو ظبي هم المصريين في السبعينات. لكن اللي حصل ان احنا اتاخرنا وتقهقرنا وعدنا للخلف دور،
ودبي وابوظبي تقدموا بالعلم وبالتكنولوجيا وبالإدارة. أما مدينة أبوظبي أما تاخد تقريبا أفضل مدينة عدة سنوات متتالية في منطقة آسيا، وأما يبقى هناك نموذج للإدارة في كل حاجة من أول المرور يعني أنا أتمنى وأنا بروح كتير أبوظبي إن إحنا حتى في نظام الشباك الواحد، في نظام إنك إزاي تطلع رخصة، إزاي المرور في الشوارع، إزاي حتى سيستم النظافة، قدروا يتقدموا جدا لأنه في نظام والجميع سواسية أمامه. إحنا شفنا في بعض إشارات المرور كان شيخ محمد بن زايد نفسه بيقف في إشارة المرور مستني زي الناس، بيروح مطاعم زي الناس. الإدارة في وقت من الأوقات كانت إدارة أوروبية، لكن اللي خطط واللي نفذ حتى مينا دبي وجبل علي كانوا هم المصريين. الآن هناك في تعاون من أجل تطوير منطقة أو محور قناة السويس والمناطق اللوجستية بي، ورأس مال إماراتي وعربي ومصري، ومستفيدا من الخبرة الإماراتية في منطقة المواني التجارية بالذات. الشيخ محمد بن زايد الحقيقة قال إنه في كل مرة بيجي مصر بيشعر بالأمن والاستقرار، وبيشعر بأنه في تنمية شاملة وفي مشاريع من أجل التنمية الشاملة بتتم على أرض الواقع، وأثنى جدا على القرارات الأخيرة للرئيس السيسي. المتحدث الرئاسي قال أيضا أنه الشيخ محمد بن زايد أكتر مسؤول سياسي عربي بيزور القاهرة وبيتمتع بحب شديد من الشعب المصري قاطبة. عايز أروح لخبر أنا بعتبره الحقيقة النهاردة قنبلة، هو خبر القبض على رئيس حي الهرم. احنا كسكان منطقة الجيزة ونشأنا في هذه المنطقة، وواحد يذكرها كتير قوي في منطقة الجيزة والهرم، وكانت منطقة صحراء سيتي دي جنب هضبة الهرم منطقة يعني منطقة سياحية، ما تشوف الصور القديمة حتى. وكان زمان كل يعني يوسف وهبي أول ما فكر مثلا يعمل كانوا بيتعاملوا مع منطقة الهرم كأنها مارينا أو الساحل الشمالي، يبقى الشاليهات والفسح والكده يبقى في هضبة الأهرام. أيام ما كان هذه المنطقة بتتمتع بكل المواصفات السياحية للأسف الشديد اللي دمروها بكل الطرق. فلما أنا أجيب مسؤول لرئيس حي الهرم يبقى له مواصفات، لانه دي من احد المجاذب السياحيه المصريه. يعني احنا ما فيش بلد فيها اهرامات ثلاثه، الاهرامات احد عجائب الدنيا السبع. فما انا اجيب رئيس لحي فيه الاهرامات يبقى لازم يعني ليه مواصفات خاصه، مش بس المواصفات التقليديه او النمطيه او البديهيه انه يكون امين ومستقيم واعي مسؤوليته ويعرف، لا ده يبقى كمان يعني مر بتجارب واختبارات انا يعني، والتقارير عنه بتقول انه سوي، خد بالكم الكلمه دي سوي، طاهر الطويه دايما كده يقول لك حتى في التقارير زمان ما كانوا يرشحوا المسؤول انه يترقى يقول لك طاهر الطويه، يعني من جوه طويه يعني ما يطويه نفسه، طاهر مستقيم السلوك سمعته حسنه وطيبه. انا لما جيت ادور على سمعه اللواء ابراهيم عبد العاطي واحط برضه تحت اللواء دي 100 خط، لا ده ما كانش لا طاهر الطويه ولا سمعته طيبه، رغم انه برضه راح عمل عمره وعمل حج والى اخره، ورغم انه حاطط المصحف على المكتب، ده كانت سمعته مش ولا بد. وانا اعرف بس للاسف الشديد ما كانش في ايدي مستند، بعض المقاولين اللي جايين من الصعيد، وطبعا الصعيدة شطار جدا ما شاء الله، تقريبا نص الهرم والمريوطية المقاولين او يعني حتى بعضهم كان بيبدأ بانه يبقى بواب او حارس على الدكة، فجأة بتلاقيه او حتى شايل قصعة ما شاء الله يعني عصاميين، وده شيء يحترم بالمناسبة، وبعدين فجأة تلاقيه مقاول كبير وصاحب عماير، ودول نفسهم اللي بيخلصوا كل شيء جوه حي الهرم، من اول تخليص الورق الارض كل حاجات اللي بتخش كهرباء ميه الى اخره. النهارده الحقيقه الرقابه الاداريه دخلت ملف الفساد في حي الهرم،
وصورت رئيس حي الهرم اللواء عبد العاطي بالصوت والصوره وهو بيتلقى رشوه من بعض، مش رشوه، رشاوه من بعض المقاولين علشان يدي لهم تصاريح بناء اماكن مخالفه. مخالفه يعني لا يصلح فيها البناء، ما فيش ترخيص، تابعه لهيئات اخرى. هو يقول لك انا استفيد بكم مليون بتاع وايه وهمشي، وهم بقى يتصرفوا مع اللي يجي بعد مني وتموت القضيه. وتبقى العماره طلعت والابراء والبرج طلع والشقق اتباعت، وكمان ايه خلاص بقى يبقى الوضع امر واقع، بقى امر واقع. اقسم بالله العظيم اذا قلت لكم انه تلات ارباع ابراج المريوطيه مخالفه وبنيت بالفساد فانا لا اهون. بنيت بالفساد، بنيت بالرشاوه، بنيت بهذه الطريقه اللي اتقبض بيها على ابراهيم عبد العاطي. طبعا ده في حد ذاته يحسب لدوله السيسي ولنظام السيسي ولحكومه السيسي وايضا للرقابه الاداريه اللي هي لا تنام، اللي انا بعتبرها الحقيقه بتمثل حمايه الجبهه الداخليه من سوس الفساد اللي احنا كل يوم بنعيش فيه. ماشي. وخصوصا برضو انه في اسم جديد انا لاحظته، ايمن عتريس رئيس قطاع التفتيش والمراقبه بالمحافظه، اللي اتكلم النهارده بعض المواقع عن واقعه القبض على رئيس الحي. يعني اذا في قطاع تفتيش ومراقبه بالمحافظه. غالبا بيبقى قطاع التفتيش والمراقبه بالمحافظه تابع للمحافظ وتابع لرؤساء الاحياء، وبيبقى زيتهم في ايديهم وبيطبخوها مع بعض. انما ان انا الاقي حد بيقول لا احنا تابعنا ورفعنا واحنا نسقنا مع الرقابه الاداريه لانه كان رئيس الحي فاسد ومرتشي، فده شيء برضو جديد على الاداره المحليه. السؤال بس ده الجانب المشرق في الموضوع. الجانب الاخر بقى، الم يأن الاوان ان احنا نفكر في ان يبقى في قيادات متدربه بره سلك لواءات الجيش والشرطه اللي على المعاش؟ الم يأن الاوان؟ يعني احنا شفنا مثلا عمدة لندن اللي من اصل باكستاني ومسلم بتاع قانون، استاذ قانون اساسا. شفنا عمدة باريس كان مدرس العاب رياضيه. طبعا هناك في احزاب بتفرغ كوادر سياسيه. احنا للاسف الشديد قدامنا كتير قوي عشان ده يحصل. طيب يبقى ايه المعيار؟ يبقى احنا زي ما الرئاسه عملت مشروع القيادات الشابه، بس احنا امتى؟ وفي ناس اتخرجت، طب دول هيتعينوا امتى؟ احنا بنقول ان المحليات بقى لها 8 سنين ما حصلش فيها تغيير ولم تحدث انتخابات محليات. طول ما فيش انتخابات محليات، ما فيش مجلس شعبي بيراقب المسؤول التنفيذي، يبقى توقع كل يوم الحمل تقيل على الرقابه الاداريه، وكل يوم بصوت والصوره هتضبط وقائع الفساد والرشوه والمواطن هو الضحيه. انا معايا النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وايضا احد اهم المنادين بانتخابات المحليات في الاونه الاخيره. سياده النائب اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. النهارده القبض على رئيس حي الهرم متلبسا برشاوه بالصوت والصوره من المقاولين الخاصين لكي يخلص لهم بالمخالفه بناء عماير في الهرم. تعقيب حضرتك. هذا المنظر يتكرر وهيتكرر طالما هناك مواجهه الفساد. اولا احنا لينا ملاحظات مهمه جدا. اولا عدم تطبيق قانون الاداره المحليه زي ما سيادتك قلت من شويه، غياب المحليات في مصر 10 سنين من ابريل 2008 لغايه دلوقتي 10 سنين، ده استحقاق دستوري هام جدا الرئيس. انا قلت 8 هم 10. اه يا فندم 10. لانه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الاستحقاق بتاع الدستور وانتخابات الرئاسه والبرلمان قال انتخابات في 2016. بقينا داخلين على 2019 واخشى ان يتم التأجيل بحجة المال او بحجة التقسيم الاداري. انا بقول من دلوقتي ان يخش التقسيم الاداري، فيبقى ليه بقى المركزية المقيتة وكل مسؤول بيحس ان هو ما عندوش رقابة
وفي الاخر خالص ده الفساد ده بياكل من التنمية وبيأثر على الخدمات في المواطنين وبيدي عدم ثقة. رئيس سيسي بيتكلم ان الثقة طب الثقة هتيجي منين اذا ما كانش في مؤسسة غايبة؟ طيب انا ملاحظ حاجة سيادة النائب يعني انا هقول لك 2018 الشهور الماضية هفكرك برؤساء الاحياء اللي اتقبض عليهم بتهمة الرشاوة. كتير. رئيس حي الدقي منذ عدة اسابيع. ده صحيح. رئيس حي المسكي. ده صحيح. رئيس 6 اكتوبر. الرحاب. رود الفرج. نعم. 3 رؤساء في اسكندرية. رؤساء احياء. نعم. 2 رؤساء في الصعيد. ده كل ده في خلال الاسابيع اللي فاتت. يا بيه احنا. بكارثة سودة. عندنا سكرتير عام محافظة. عندنا سكرتير محافظه وعندنا نائب محافظ اسكندريه وعندنا محافظ المنوفيه وكل دول للاسف الشديد يعني في الاخر خالص مرشحين من جهات بالزبط. احنا دلوقتي قدام يعني دي سلسله طويله غير القضايا اللي قدام لسه قدام المحاكم او المحاكم الاداريه او النيابه العامه او حتى المحامين التاديبي. ما هو ده فساد حتى فساد اداري ففي الاخر خالص منظومه فساد. احنا بنقول انه يعني آن الاوان ان يحصل لابد وبشكل سريع جدا من ان الدور التشريعي القادم ننتهي من قانون اداره محليه جيد ديمقراطي يحل كل المشاكل. لان بص يا استاذ محمد في 54,000 شاب او ممكن يوصلوا 56,000 مقعد من الشباب دول هيقوموا بالرقابه طبقا للدستور. بالظبط حق الاستجواب حق طلب. انا عايز اسال هو ليه الحكومه يعني طبعا القانون انتوا عملتوه بس ما طلعش من البرلمان ولا طلع راح للحكومه وما رجعش؟ لا 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 هو القانون احنا المشروع القانون من مايو 2017 وهو في المجلس لكن ما فيش لان لازم يبقى فيه هارموني وفي اتفاق بين الحكومه والمجلس. الحكومه ما كانش عندها اراده سياسيه حقيقيه. يعني البرلمان لا يتحرك الا باذن من الحكومه؟ ده كلام خطير جدا. لا مش كده يعني الموازنه لان مفيش موازنه يعني انا ما احطش الحكومه في حرج. انا موازنه لايه؟ الانتخابات. انتخابات ايوه يعني المره الاولانيه ما كانتش الهيئه الوطنيه اتعملت. الهيئه اتعملت يا فندم. الهيئه موجوده. ما انا فاهم. جينا المره دي الحكومه راحت حاطه للهيئه الوطنيه 30 مليون جنيه اللي هي مرتبات ومستلزمات وشغل. لكن ما حطتش موازنه للانتخابات. احنا عندنا اشكاليه خلي بالك ان الدستور المواعيد انتهت الخاصه بالفتره الانتقاليه. اثنين لو ما اجريتش الانتخابات في 2019 هنخش على 2020 على هيبقى الانتخابات البرلمانيه قربت. يبقى مش هينفع وبالتالي يبقى هنرجع تاني فتره طويله وغياب المحليات كارثه. طب انتوا كلجنه شؤون محليات في البرلمان ايه دوركم؟ ما لازم تنادوا بالده بثوره. احنا نادينا بص يا ريس في الاخر تعليق للسيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لما انا كلمته ان ازمه السيول والامطار كشفت عن فساد وان عدم جاهزيه للمحليات. بالظبط. قال لي خلاص قانون المحليات هيطلع السنه دي وهي الانتخابات السنه دي. فما احنا بنتكلم انا هقول لسيادتك لجنه الاداره المحليه بالبرلمان عامله مجموعة من الملاحظات الخطيرة حول الإدارة المحلية ورئيس مجلس الوزراء قال أنا كل الملاحظات اللي عملها اللجان وعملها المجلس هتكون محل اعتبار. فلا ده احنا عاملين في جهد جامد واخد بالك. احنا الجزء الخاص بالقانون الخاص بالعربيات المأكولات القانون الخاص بالمواقف يعني احنا كل حاجه لكن في الاخر خالص الحاجات بتترك مركونه في الدرج للاسف. وانا هقول لسيادتك حاجه يعني اخر تقرير كنا عاملينه على مشكله النظافه في مصر وقال لنا في وزراء سابقين سواء وزراء اداره محليه او بيئه او غيرهم قالوا خلاص ده في الاستراتيجيه وهنطلع ونعمل شركه قابضه وشركه وفي الاخر خالص قال لك لا هنزود
الخدمه، يعني ازاي نزود الخدمه واحنا لسه ما عملناش الخدمه. ده وزيره البيع قالت امبارح من 4 جنيه ل 24 جنيه طيب على فاتوره الكهرباء. تعمل الاليه الناس تحس ازاي ما الناس بتدفع. يعني ما الناس بتدفع يا ريس. هو ده موضوع تاني بس انا يهمني موضوع قانون المحليات، لانه يبقى في من امن العقوبه اساء الادب ما دام رئيس الحي مش عارف ان مش حد هيراقبه. مش كل حاجة على الرقابة الإدارية يعني أنا متهيألي تتفق معايا إنه حتى موضوع الرقابة الإدارية يأتي بالصدفة يعني يعني لما يبقى في معلومة يبقى بتاع يبقى، إنما لما يبقى في مجلس محلي أو مجلس شعبي هيمنع يراقب المسؤول التنفيذي المحلي يبقى عارف إن حد هيحاسبه. بالظبط. اشكرك يا سياده النائب. اشكرك سياده النائب عبد الحميد كمال عضو لجنه المحليات في البرلمان. طبعا السوشيال ميديا مقلوبه وال يعني الراجل مقبوض عليه يمكن منذ ساعات قليله، لكن الناس طبعا كتير من سكان الهرم فرحانين بالقبض عليه، والبعض بدا يقول هو ده نتيجه اهماله للقمامه في شارع الهرم والمريوطيه وسوء الخدمات وسوء يعني طبعا اهو اتفضل يعني يعني انا اتكلمت كتير جدا انه الطريق مثلا نزله السمان مليان قمامه وده الطريق الوحيد اللي بيخش منه السواح لمنطقه الاهرام. اتكلمت ايضا عن انقطاع المياه الشرب عن مناطق كثيره في الهرم. اتكلمت ايضا عن انقطاع الكهرباء في مناطق في الهرم. اتكلمت ايضا عن فساد الادارات الهندسيه في الهرم. اتكلمت عن انتشار الجريمه في اماكن كتير سواء في هضبه الاهرام او في يعني منطقة المنصورية، منطقة المناطق دي كلها ما هي تبع حي الهرم. فللأسف الشديد احنا يعني الناس بتتكلم من غلبها، الناس بتنفس من غلبها. اتمنى انه ما يبقاش في نموذج اخر زي ده، لكن انا بحيي رجال الرقابة الادارية. وطبعا النهاردة وزير التنمية المحلية برضو اي الكلام ويمكن احنا ما بنسمعوش كتير، قال لك انه لا تغطية على فاسد، وانه يعني هو حسسني انه كان عارف، وزير حسسني كده انه كان يعني انه كان عارف. يعني هو الراجل طبعا لانه وزير تنميه محليه فالمفروض عنده مسؤوليه سياسيه، لكن في كل الاحوال انت غير مسؤول عن ده يا سياده الوزير، ده انه هو متعين قبل ما انت تيجي، هو متعين قبل، هو كان في اسكندريه بالمناسبه. يعني هو كان رئيس حي في اسكندريه، وما ادراك ما الاسكندريه، وما ادراك ما الفساد في الاسكندريه. طيب فكركم يعني احنا طبعا زملائي في الاعداد قعدوا يدوروا له كده على حاجات، في ليه حاجات كتير قوي، لكن للغرابه زي ما احنا كنا شفنا السيده نائب محافظ الاسكندريه كان اسمها يا شباب اللي هي بتاعت الاندر وير دي اللي كانت بترتشي بالملابس الداخليه، كانت بتتكلم عن الاستقامه والقران والوطنيه، الخولي سعاد الخولي والوطنيه، ونفس الكلام رئيس مصلحه الجمارك اللي اتقبض عليه، نفس الكلام رئيس مياه الشرب في الجيزه رشوه 25 مليون جنيه في عين العدو. الراجل ده كان بيقول لك ايه؟ اسمعوا النبي رئيس حي الهرم بقى في احدى تسجيلاته، تسمعوا نشوف الحته دي. يا لهوي، قال لك المناصب دي مراقبه. طب يا عم طب ما تقول لنفسك بس. طبعا هو الشيطان شاطر، الشيطان يعميهم يعني. لما حفظنا هو ما بيش ما يتقال له مثلا ايه. طبعا انا المعلومات اللي عندي انه مش في اكتر من رشوه، وانه اعتادى كل شهر، وانا كان في بعض المقاولين كانوا بيشتكوا لي ان هو يعني ان هو بياخد منهم، وللاسف كانوا بيدفعوا علشان يمشوا امورهم، وانا ضد ده طبعا. لكن هم برضو اكيد اللي بيقبل انه يرشي اكيد عنده حاجه، عنده خلل، اكيد هو نفسه فاسد برضو، والراشي والمرتشي في النار كما يقول الحديث. مقاولين بتدفع شهريه له، نعم هو كان بياخد يعني عشان يخلص ترخيص عماره ولا كان بتوصل لملايين، نعم، واحنا هنشوف التفاصيل بعد ما يتم احالته للنيابة. لكن انت عارف ان انت مراقب، المناصب دي مراقبة، ومع ذلك ارتشيت وارتضيت الحرام والسحت. طبعا يعني خلال الماضية كان في اكتر برضو من حادثة رشوة. يعني انت عندك
مباحث الاموال العامه بالتنسيق مع مديريه الامن القلبيه ضبطت مدير العلاج الحر بالاداره الصحيه بالقناطر. ده من ساعه، ده من ساعه، يعني ده خبر جديد من ساعه. برضو مدير العلاج الحر بالاداره الصحيه بالقناطر تقاضى رشوه بلغ 50,000 جنيه مقابل التلاعب في التراخيص والتغاضي عن مخالفات احدى المستشفيات الخاصه، وتحرر محضر بالوقائع واختارت نيابه الاموال العامه التي تولت التحقيق. الدكتور عين ميم مدير العلاج الحر بالاداره الصحيه بالقناطر الخيريه تلقى رشوه من مسؤول مستشفى خاص مقابل التلاعب في اصدار تراخيص المستشفى والتغاضي عن المخالفات وانعدام الاشتراطات الخاصه بصدور الترخيص. يا ليله غبره، يا ليله غبره قوي. انا كنت بتكلم لسه امبارح يا جماعه، كنت بتكلم امبارح عن المستشفيات الخاصه وتجاره الاعضاء. طيب لما يبقى بقى حاميها حراميها مدير العلاج الحر ده الرقيب على المستشفيات الخاصه، يعني حضرته المفروض كده يتوضا ويقول توكلت على الله وينزل يشوف المستشفى الخاص دي فيها اشتراطات الصحيه المطلوبه اللي تخليها مستشفى ولا لا، تنفع ان تعالج مواطن ولا لا. انما لما هو يقعد يحط في جيبه ويسيبها بقى تعالج غلط، تدي ابر غلط، تدي دواء غلط، تتاجر في الاعضاء غلط، ويعمي عينه عشان قبض. قلتم بصحة الناس يا جماعة. وخدوا بالكم برضو اللي دايما بيتقبض عليه نسبة مش كله. احنا محتاجين بجد ردع حقيقي. امبارح انا اتكلمت عن المستشفيات الخاصة، والنهاردة مدير العلاج الحر بالقليوبية بيتقبض عليه لانه خد رشوة من صاحب مستشفى خاص. انا نفسي اخش جوه دماغ او ضمير مش الراجل ده الموظف ده اللي هو دكتور طبيب مدير العلاج الحر ده بالمناسبة طبيب خريج كلية طب، واقسم قسم ابقراط اقسم انه يحافظ على صحة المريض، انه يعامله بمنتهى الامانة والاخلاص ويقدم له العلاج اقسم. انما هو يروح يحط ايده في ايد صاحب مستشفى يا سيدي. انا بقى صاحب المستشفى مين هو؟ وانا يعني اقول لكم ايه، انا اتحدى اي حد يقول لي ان في رقابه على المستشفيات الخاصه في مصر. انا واثق، عشان كده بقول للدكتوره هاله زايد الحمل تقيل عليكي قوي، هتعملي ايه بقى؟ انت مهتميه بمستشفيات الحكومه، طيب المستشفيات الخاصه اللي فيها كوارث فيها بلاوي، واحنا كل يوم بنتكلم الحكايه دي، والدليل اهو. الست كمان بتاعت التهرب الضريبي، فين الخبر بتاع التهرب الضريبي يا شباب؟ مش يعني واحدة المفروض انها مسؤولة عن التهرب الضريبي، يعني زي مأمور ضرائب وبتبلغ لو في تهرب ضريبي بتبلغ الجهات الامنيه. فسجلوا لها بقى بتطلب عشان ملف برضه حد القطاع الخاص، بتطلب مره 400,000 جنيه، مره 700,000 جنيه، مره 800,000 جنيه. رشوه مصلحه الضرائب احالتهم الى الجنايات. موظفه عموميه في مصلحه الضرائب مسؤولة عن ملفات الشركات الخاصة أخذت لنفسها عطايا مالية من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث، مرة 700,000 جنيه ومرة 400,000 جنيه ومرة 400,000 جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص. متهمة جيم عين، ست سيدة. يعني اللي يقول لي بس ايه يعني كمان ده الستات بيبقوا رحمه شويه او بيبقوا يعني عندهم ضمير، لا الشر والشيطان ما بيفرقش ما بين ذكر وانثى. ولسه بيتحاكم محبوس على ذمه برضو قضيه الرشوه الكبرى رئيس مصلحه الجمارك الاخ جمال. عشان كده النهارده وزير الماليه عين واحد جديد قام بندب كمال حسن نجم رئيسا لمصلحه الجمارك، والذي كان يشغل رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الشرقيه بقطاع العمليات الجمركيه. لو انتم فاكرين انه المقبوض عليه الاخ جمال رئيس مصلحه الجمارك كان
واخد رشوة في مش ده، لا ده الجديد السيد كمال حسن نجم، ده الجديد اللي هو مكلف بالمنصب يعني. اللي فات كان مقبوض عليه لانه كان برضو واخد رشاوة من ناس بتدخل قماش، رسائل قماش بالكميات كبيرة وهي مفروض ما تخشش، وكان بيغير في الرسائل وبيغير في المواصفات عشان يدخلوا الحاجات دي مما يضر الصناعة المحلية وطز في الصناعة. المهم الباشا يقبض الملايين عشان يضمن مستقبله. هتعيش قد ايه يعني وانت قربت من الستين ولا عديت الستين؟ هيفيدك بايه الملايين الحرام؟ السحت ده هيفيدك بايه؟ في الاخر هتسيب الورثة وهتتلعن وهتخش جهنم. المنطق ده عند الناس ولا مش عندهم؟ انا مش عارف. زي ما قلت الكرسي بيعمل حاجة اخ فوزي، والله العظيم كرسي بيعمل حاجة عجيبة يعني، سبحان يعني ربنا يكفينا شره. النهاردة برضو نشوف عايز اشوف موضوع الانبا ايفانيوس. التحقيقات بتؤكد ان في اللي قتل الانبا ايفانيوس قام بتعطيل جميع كاميرات الدير. كان في بس انا بتكلم على الداخلي باستثناء كاميرا البوابة الخارجية. وطبعا اساسا في منع التركيب الكاميرات داخل اماكن الرهبان لخصوصياتهم الروحية، يعني القلاية بتاع الراهب اللي بيتعبد فيها، المكان كمان اللي بيحصل فيه الاعتراف ده ما فيهاش كاميرات. الاماكن العبادة ما فيهاش كاميرات، انما كان في كاميرات في الساحة في الباحة في الطرقات، دي كلها تعطلت. ودي مفاجأة بتؤكد ان الموضوع وراه تخطيط جامد جدا، ومش وراه فرد، لا ده وراه يكاد يكون بعض المصادر بتقول مؤامرة، لانه الانبا ايفانيوس ما كانش بيمثل نفسه، ده كان بيمثل الحقيقة مريدين وناس بتعشقه وبتحبه، وايضا بيمثل احد الرموز الكنسيه المهمه اللي كانت بتمثل مصر في كل المؤتمرات اللاهوتيه والدينيه والكنسيه في العالم. الراهب اللي حاول ينتحر مرتين امبارح بعد قرار تجريده او شلحه حسب التعبير الكنسي ما زال بالرعايه المركزه وحالته خطره جدا. المبتسم هو اللي محاول ينتحر اللي هو تم تجريده. النهاردة سوارة الدقي القضية بتاعتها أحيلت لأمن الدولة في احتمالية وجود شبهة إرهابية، وده اللي النهاردة النيابة وهي بتحقق اكتشفته. امبارح كل المصادر كانت بتقول ماس كهربائي أدى إلى المشرز فوصل للتانك فالعربية ولعت فأحرقت، هاتلنا الصور كده يا أستاذ محمد، أحرقت السيارتين الاخرتين. النهارده تقرير النيابه بيقول لا، بيقول لا ده وارد جدا ان يكون ده بفعل فاعل، وارد جدا ان انفجار السياره يكون وراه محاوله ارهابيه او محاوله تفجير من احد الافراد او الجماعات. الموضوع برمته امام محكمه امن الدوله العليا لتبيان الحقيقه، خصوصا ان الحادثه دي يا جماعه حصلت جنب معهد المصل واللقاح في بدايه شارع البطل احمد عبد العزيز في الدقي. وخدوا بالكم معهد المصل واللقاح ده امن قومي، وانا بعدي من قدامه كتير، انا مش عارف هل هو قدامه امن قدامه حراسه. مصل واللقاح ده اقدم معهد او اقدم مكان لمصل واللقاح في الشرق الاوسط، وهو المكان الوحيد اللي فيه مصل واللقاح للمصريين. ونفس المكان في بنك الدم، فمعنى كده انه ده امن قومي. هل كان من يريد تفجير هذا المكان، هل كان يريد حادث ارهابي، هل كان يريد احداث بلبله، هل كان يريد ازاء المصريين؟ وارد جدا الاسئله دي جدا، خصوصا النهارده تحيات نيابه بتقول ان في شبهه عمل ارهابي، في شبهه هتبان خلال الفتره القادمه.
وزير الاتصالات عمرو طلعت كان في اجتماع مع رئيس الحكومة مدبولي وقال انه تم التوافق على قانون حماية البيانات الشخصية. الجديد في هذا القانون انه سيتم الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 1,000,000 جنيه لمن اتاح بيانات شخص دون اذنه. ده بقى حقيقة محتاج كلام كتير جدا، لانه قد يفهم غلط انه يعني طب لو في صحفي او اعلامي جاب بيانات شخص وعرضها، زي مثلا احنا جايبين رئيس حال هرم النهارده السي في بتاعه ايه كان ايه كذا، ولا ده يقصد به اقتحام الخصوصيه، اقتحام المعلومات الشخصيه من شخص الى اخر. بيقول لك سامع طيب. انا معايا الدكتور محمد حجازي رئيس لجنه التشريعات بوزاره الاتصالات. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك حضرتك. ايه القانون بقى النهارده خصوصا هنا قدامي في ماده الحبس سنه وغرامه لا تزيد على 1,000,000 جنيه لمن اتاح بيانات شخص دون اذنه؟ وضح لنا ده حضرتك من فضلك. طيب احنا الحقيقه يعني خلينا محمد بيه قبل ما نتكلم على العقوبات نقول انه القانون ده قانون من القوانين المهمه جدا لحمايه المواطن وحمايه خصوصيته في البيئه الرقميه. الحقيقه كل دول العالم او معظم دول العالم بتنظم حمايه البيانات الشخصيه. يمكن حضرتك عارف انه من حوالي شهرين البرلمان اقر قانون الجرائم الالكترونيه. الجرائم الإلكترونية ده الحقيقة استكمال للجرائم الإلكترونية. احنا بنجرم الأفعال اللي موجودة على الإنترنت الضارة بالمواطن. وهنا طب ده قانون تاني يا دكتور؟ ده قانون جديد. ليه ما تمش تضمين مواده القانون القديم؟ يعني ليه؟ ايه السبب؟ لا لانه ده انا هنا بتكلم على البيانات الشخصيه فقط. يعني ايه البيانات الشخصيه؟ اسمي وتليفوني وصورتي والاي بي ادرس بتاعي وسلوكي على الانترنت. حضرتك النهارده وانت بتشتغل على اي ابلكيشن على الموبايل تمام بتفاجئ بكميه بيانات شخصيه الابلكيشن ده عارفها عنك منين؟ من استخدامك. صحيح. من السلوك اللي انت بتعمله. انا كنت عامل حلقه عن مشاكل اوبر وكريم كانوا بيستخدموا بيبتزوا الفتيات بتليفوناتهم. يعني ده طبعا جزء، بس يعني مساله الابتزاز هنا دي تعتبر من الجرائم يعني اللي معاقب عليها طبعا في قانون العقوبات، ولما تبقى بشكل الكتروني كمان يبقى معاقب عليها من قانون مكافحه تقنيه المعلومات. انما في اوبر وكريم مثلا او في اي ابلكيشن من الابلكيشنز اللي بتجمع بيانات للمواطنين هنا بقى في خطوره الحقيقه من اتاحه البيانات الشخصيه دي تمام بدون موافقه الشخص. لما حضرتك النهارده يبقى ابلكيشن عارف انت بتطلع من بيتك الساعه كام وبتروح فين وخط السير بتاعك ويبتدي انه ياخد البيانات دي ويبتدي انه يبيعها لمحلات واماكن تبتدي انها تبعت لك ايميلات او رسائل تسويقيه معينه، واعتقد كلنا بنعاني من انا طول اليوم ناس غريبه بتبعت لي حاجات ومش عارف قرى سياحيه ايه وسيلز ايه ومحلات ايه، هل دول يعاقبوا؟ يعني لو في حد بيقتحم موبايلي او الحساب الشخصي بتاعي على الفيسبوك ده يعاقب؟ تمام. طيب احنا النهارده هم خدوا بيانات حضرتك منين؟ لازم هنا بقى سؤال مهم قوي. هو ما بقاش يقدر النهارده انه يعمل دوت بمجرد القانون ما يتم اقراره يقدر يعمل دوت. عشان يجمع البيانات دي اصلا لازم موافقه من الشخص المعني اللي هو صاحب البيانات. تمام؟ لازم اوافق الاول. طيب ولما وافق له لازم اوافق له في حدود غرض معين انا وهو اتفقنا عليه. يعني هل انا موافق ان هو يبعت لي رسائل او ايميلات بتسويق مثلا شقق او خلافه او انه عايز كروت تخفيضات او كده؟ تمام؟ دي مساله برضه من المسائل الايه المهمه. طب ايه الجديد في القانون؟ يعني انا بس عايز اوضح للناس، يعني انا لو حد خد بياناتي دون اذني ارفع عليه دعوه فياخد حبس سنه او غرامه لا تقل عن 1,000,000 جنيه او لا تزيد عن 1,000,000 جنيه؟ لا تزيد عن 1,000,000 جنيه. مظبوط كده تمام. النص ايه تاني غير البيان ده؟ ايه غير البند ده اخطر ما جاء في القانون؟ الحقيقه القانون كمان مش بس
يعني بيساعد على الحفاظ على خصوصيته وحقوقه، انما كمان بيساهم في فرص استثماريه ضخمه جدا في مصر الحقيقه على مستويين، على مستوى الانشطه الاقتصاديه القائمه وعلى مستوى جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. يمكن حضرتك اكيد عارف انه في قانون جديد صدر في اوروبا دخل حيز التنفيذ يوم 25 مايو 2018. القانون ده الحقيقه بيطبق على البيانات الشخصيه للاوروبيين، يعني النهارده لو في واحد اوروبي نازل في اوتيل في شرم الشيخ المفروض انه هذا الاوتيل او هذا الفندق تمام مضطر ان يتواكب مع القانون الاوروبي والا هيتعرض للغرامات الوارده اللي هو ايه بقى القانون الاوروبي، لان ده ياثر على السياحه بقى. ده هياثر على كل حاجه الحقيقه لو ما كانش عندنا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. اوكي، احنا بنحاول اننا نتواكب مع الكلام دوت علشان نحمي الاستثمارات والانشطه الاقتصاديه والتجاريه المختلفه. ده جزء. الجزء الثاني الحقيقه عندنا صناعه مهمه جدا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو صناعه التعهيد. صناعه التعهيد او الاوت سورسنج دي صناعه من الصناعات كثيفه العماله، والحقيقه اللي بتضخ رقم ضخم جدا من الاستثمارات في مصر كل سنه. الصناعة دي الحقيقة واحدة من المحاور المهمة بالنسبة لها او الاسس اللي ممكن انها تستند اليها من حماية البيانات الشخصية، لانه في دول كتيرة جدا بتحظر خروج بيانات المواطنين بتوعها لدولة ما عندهاش قانون بيانات شخصية. يعني حضرتك بتقول انه السائح الاوروبي مش هيقدر يجي لنا الا لما يكون عندنا هذا القانون عشان يبقى فيه حمايه بيانات شخصيه له، بمعنى انه لو نزل في اوتيل هيبقى فيه اسمه وعنوانه وتليفونه، فلازم عندنا القانون ده عشان نتسق مع قوانين اوروبا. ويقدر يقاضي الاوتيل لو انا ما حمتش بياناته. فهمت كده، تمام. تمام، فدي الحقيقه مساله من المسائل المهمه، كمان القانون بيحط اطار بقى لحمايه البيانات ورفع مستوى امن البيانات في المؤسسات وبالتالي في الدوله كلها. اوكي. الحقيقه الكلام ده في غايه الاهميه واحنا بنتكلم ثوره التكنولوجيا الضخمه جدا اللي موجوده. حضرتك النهارده احنا عندنا تقريبا حوالي 20 مليار جهاز متصل بالانترنت في العالم. اوكي، عدد مستخدمين الانترنت في مصر وصل حوالي 50 مليون مستخدم. حضرتك متخيل حجم الاجهزه اللي في ايدينا اللي متصله بالانترنت واللي بتجمع الحقيقه. طب دكتور اسمح لي، قد يقول قائل طب ما انت بياناتك كلها عند السيد مارك وعند السيد جوجل وعند، يعني اساسا احنا بياناتنا السيرفر بتاع النت اساسا اللي موجود في امريكا بياناتنا كلها عنده، يعني قد يقول قائل هذا، من يضمن لي ان هم يعني عارفين لا مؤاخذه الملابس الداخليه؟ اشكرك، هو ده الحقيقه هدف القانون الاساسي، ان احمي المواطن بتاعي من هذه الممارسات اللي احنا مش عارفين هي بتتم ازاي والسكيل بتاعها او النطاق بتاعها شكله عامل ازاي. تمام، فالقانون النهارده بيفرض التزامات على كل هذه المؤسسات انها تتواكب مع النصوص القانونيه وتلتزم بالمعايير الفنيه والقانونيه الخاصة بحماية البيانات الشخصية للمواطنين بتوعنا. يمكن احنا طلعنا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبنكمل بحماية حقوق المواطن. بشكرك دكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات. الحقيقة انا ما كنتش عايز اتكلم في موضوع معصوم مرزوق، بس انا ويمكن هو بقاله يومين بيهلفط، وعشان انا عارفه شخصيا وعارف مين اللي بيحركه وعارف اللي حواليه، فانا كنت انظر دائما على انه حنجوري تافه الحقيقه، ويعني من الجيل يعني انا كان نفسي احترم، مع ان انا احترم كثير في هذا الجيل ومعظم الذين احترمهم رحلوا. وعندنا مثل في البلد يقول لك ما يفضل، يا عم فوزي ركز معايا، ما يفضل على المراود الا شر البقر. ده مثل يقولوه عندنا في الريف، ما يفضل على المراود الا شر البقر. المرود ده اللي مؤاخذه بيشرب منه البهايم.
فيقول لك البهيمه النظيفه مؤاخذه كده تشرب وتمشي، انما البهيمه المعفنه اللي هي يعني عجر، بتكلم بقى زي توفيق عكاشة. محمد حسن معايا؟ اه. فيفضل النوع البهايم السيء ده هو اللي بيفضل على المراود يعني. عشان انا اقول لك كم عود سريس في حزمه الجرجير والبط بيتزغط ازاي دلوقتي. كان في جيل من الاشتراكيين المصريين فوق راسنا. استاذنا العظيم خالد محي الدين، فريد عبد الكريم، حتى ضياء الدين داوود. اجيال احنا كنا عيال صغار بنتعلم منهم وبنعلوهم. انما لما حمدين صباح نزل الانتخابات الرئاسيه، فانا شفت ناس بتتمسح في الناصريه او بتقول انها مصريين يسيئون لعبد الناصر واللي خلفوه وعيلته وتلامذته واللي مؤمنين باهدافه في الاشتراكيه والعداله الاجتماعيه. منهم معصوم مرزوق. الاخ معصوم مرزوق كان المتحدث باسم حمله حمدين صباحي، وكان مسؤول مش عارف الحمله بتاعته، وهو دبلوماسي قديم. بيفكرني بالراجل الدبلوماسي اللي كان نزل انتخابات الرئاسه ده وسحب نفسه تاني وطلعت بنته في وسائل الاعلام، كانت زميله لينا الحقيقه، يعني فضحته تماما وعرته دون ما كناش نعرف يعني. في نماذج كده من اللي اشتغلوا في الدبلوماسيه او في العمل الدبلوماسي المصري، وللاسف لم يتحققوا. بيبقى مثلا نفسه انه يكون سفير في حته كويسه، يبقى له ذو منصب في وزاره الخارجيه، ماسك اداره، مساعد وزير، نفسه يبقى وزير. هو كان بيحلم انه لو حمدين صباحي خد الرئاسه هو يبقى وزير خارجيه، كان بيحلم. بس طبعا هو كان بيحلم ده وهو مش متغطي، لانه كل المؤشرات وكل المعطيات كانت بتقول انه استحاله كان حمدين يبقى رئيس جمهوريه، وبالتالي استحاله معصوم يبقى اي حاجه. راجل على المعاش، حياته وراه، كان المفروض يحافظ على هذه الحياه، وعايش في الظل، وما عندوش ملوش اي تاثير ولا له اي سي في يمكن ان اقول ان هذا الرجل اعطى شيئا ما. واحد زي الاف او زي احد الكثيرين اللي عاشوا او موظفين في وزاره الخارجيه. طيب انت عايز تمارس سياسه عم معصوم، مارسها بما يقوله علم السياسه، بابجديات علم السياسه. علم السياسه يقول لك ايه؟ السياسه فن الممكن. فلما انت تقول لي ده انا عايز اعمل استفتاء على استمرار النظام الحاكم وتشكيل مجلس رئاسي انتقالي وتعطيل العمل بالدستور، فانا اقول لك على طول حمراء. حمراء دي يعني عينك. عينك حمراء. مش هقول حاجه تانية، لان انت يا عيني ما بتشوفش شيش بيش. وانا بتكلم مش بتكلم زي ما بيقولوا ايه، بتكلم بالبلاغه علشان هو يفهم، واعتقد انه يفهم. الكلام ده نفسه اللي قالوا الاخوان من سنتين ثلاثه. اشمعنى ده النهارده اليومين دول يتقال، ويطلع الاخ البرادعي النهارده، زملائي في الاعداد طلعوا لي تويته البرادعي كده، يقول لك احنا محتاجين مصالحه. مصالحة فيها كل فئات وطوائف التيارات السياسية، وإعادة تقييم العلاقة بين الدين والدولة. يبقى أنا عندي هنا معصوم مرزوق اتعرى فقال الكلمتين بتوعه، والأخ البرادعي برضه اتعرى فقال الكلمتين بتوعه. الأخ البرادعي عايش في بلد أساسا، ده يؤكد التناقض الرهيب، إن الناس دي لما تميم بيدفع بيتكلموا، لما دولة الإمارة الإرهاب بتدفع بيتكلموا، لما أجهزة المخابرات بتدفع أو بتأمر يتحركوا. أقسم بالله أنا ما بدعي. الناس دي بتسافر فتقعد مع ناس فيقولوا لهم بصوا إحنا عايزينكم في ده دوركم. يا شوية غلمان ده دوركم. الفترة الجاية يا شوية قوادين ده دوركم. لأنه هم بيبقوا غلمان أو قوادين. لو قوادين بيشغلوا شوية غلمان برضه. فيروح تركيا او لندن، دي العواصم اللي فيها اسيادهم بيحركوه للاسف الشديد. خصوصا انا يعني في بعض السياسيين عندنا، احنا ما عادش للاسف ما عادش في سياسه في مصر. كل السياسيين الشرفاء رحلوا او معظمهم، والبعض صمت، او يمكن اول امبارح الصحفي العظيم عبد العال بقوري كان احد السياسيين اليساريين المهمين مات اول امبارح. فالنضيف يا بيرحل يا بيصمت، وبيفضل مين؟ العملاء اللي منهم الاخ معصوم مرزوق.
اشمعنى دلوقتي انت والبرادعي طالع؟ البرادعي قاعد في فيلا بعد ما دمر العراق ويجب محاكمته بتهمة كتابة التقارير المخابرات الأمريكية اتخذتها مسوغ لغزو العراق وتشريد وقتل ملايين العرب في رقبة البرادعي ورقبة اللي زي معصوم مرزوق، لأنهم لم يقولوا قولة حق، بالتجر بألام الناس وداسوا على الجزز وطالعين يقول لك تغيير النظام اللي اتملاه بره. البرادعي عايش في بلد في قصر هناك بعد ما قبض الملايين حطها في حساباته في سويسرا، البلد اللي عايش فيها وهي النمسا، وانا رحت شفت قصر البرادعي في الاخ عايش في بوهلينيه رهيبه هناك. مفيش اساسا في فصل تام بين الدين والدوله، ما يقدر هو يقدر يقول كلمتين دول في الدوله اللي عايش فيها؟ مش ما يقدرش ما يقدرش. انا لم ارى في حياتي اقذر من هذا البرادعي. الناس اللي بتتاجر بالاوطان وهي عايشه في قصورها بره وسايبه الناس هنا، احنا يعني احنا جوه البلد قاعدين اللي احنا عايزينه بنقوله من ضمايرنا، محدش بيملينا، انما انت قاعد هناك بتاخد اوامرك من موزه، يا راجل عيب عليك. وفي نفس الوقت اللي عايش جوه بياخد برضه عمره من موزه ومن برتقانايه. مين معانا يا شباب؟ انا معايا النائبه المحترمه مارجريت عازر. سياده النائبه اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ محمد والساده المشاهدين. انت يعني شايفه ازاي تصريحات البرادعي والاخ مرزوق ده المعصوم ده؟ هو طبعا ليس معصوما بل الخطا راكبه من ساسه لراسه. يعني انا في الحقيقه شايفه ان دي مهاترات وبيحاولوا يعيدوا سيناريو الاخوان المسلمين وبلا جدوى. يعني ده اللي كنا اللي كان بيتقال اثناء الاخوان المسلمين ان هم عايزين يبحثوا لهم عن دول. لكن في الحقيقه احنا عايزين نقول لهم ان مؤسسات الدوله اكتملت وبانتخابات وبدستور حقيقي استفتى عليه الشعب، 90% من الشعب استفتوا على هذا الدستور. يعني انتوا ايه غلطكم من ده؟ في الحقيقه انا شايفه ان دي احلام وناس بتبحث لها عن دور. وبعدين لما انتوا شايفين ان انتوا عايزين انتخابات مبكره، ده احنا لسه عاملين انتخابات رئاسيه قريبه، ما نزلتوش ليه الانتخابات؟ بالظبط. طيب يعني لما انتوا عارفين ان لما هيبقى في انتخابات مبكره او ايا كان هيبقى في انتخابات نزيهه، طب ما كانش في انتخابات رئاسيه؟ بالظبط. احنا ما شفناش حد منكم ليه؟ بالظبط. وهو معصوم وكان متحدث باسم حمله حمدين صباحي وكان موجود معاه في الانتخابات. انا عارفه ده. ما طلعش قال انه في صوت مزور ولا لجنه مزوره، ما طلعش. يعني انتخابات شفافيه، بس هو يعني انا بس عايز اربط ما بين كلامه والتوقيت بتاع البرادعي برضه انه يقول نفس الكلام النهارده. لانهم كلهم في بوتقه واحده، يعني انا عايز اقول لك ان جهه مش عايز اقول التمويل ولا جهه التوجيه، التمويل والتوجيه. هو التوجيه واحده للاسف الشديد. هما بيسعوا الى تحقيق مخطط كان يحاول اسقاط الدوله المصريه، لكن هيهات يعني الشعب المصري واعي جدا ومدرك جدا وخرج من هذه. طب تفسيرك ايه انه يعني هما برضو انا مثلا انا استضفت هيثم الحريري عشرات المرات وبيتخش معايا، اشمعنى يتوجه طبعا معصوم عنده مبرره ان احنا قلنا هو شغال باجندته، انما واحد زي هيثم الحريري بيروح ليه في قنوات ال احنا بنحاول نكلمه كلموه تاني يا شباب، يطلع في قنوات الاخوان يطلع ليه وينتقد الدوله المصريه ليه؟ ما بيطلع معانا، بيطلع في الاعلام المصري، ليه يروح في قنوات؟ بيطلع في الاعلام المصري وبيطلع في قنوات ضيف. وفي الحقيقه طبعا انا في حرج ان انا اتكلم على زميل، لكن انا هتكلم بشكل عام. اي حد يخش على قناه معاديه لمصر لابد من محاكمته بغض النظر عن سين او عين، لان هيثم زميل واعتقد ان حق الزماله عليا ان انا احترمه. لكن في الحقيقه ده موقف، وان اي حد يشوه صوره مصر خارجيا لابد من محاكمته سريعا. انتوا ايا كان مين. صحيح. بشكرك جدا نائبه مارجريت عزيز. انا بصراحه حاولوا تكلموا لي الحريري، انا بصراحه متضايق من هيثم، انا ما كنتش متخيل كده. احنا بنحاول نكلمك، انا يعني انت جيت عندي هنا مرات عديده جدا وبنكلمك وبتقول رايك، تطلع ليه في قنوات الارهاب؟ انت بتديهم شرعيه كانك بالظبط بتطلع في قناه اسرائيليه.
وما تقوليش دول مصري، لا ما لهمش علاقة بالمصري، ما لهمش علاقة بالجنسية المصري، دول باعوا الهوية والجنسية لأردوغان وقطر، وهم حلمهم ان البلد دي تقع وتبقى خرابة، ده حلمهم، ما تقوليش حاجة تانية. فانت تروح تحط ايدك في ايديهم؟ انا بصراحة يعني اعيد حساباتي في تقييمي ليك يا هيثم، يعني انا زعلان جدا ان انت عملت كده، ما كنتش متخيل. احنا بنقول كل عايزين وبنعارض ونعترض على رئيس شا وعلى رئيس الحكومة واي وزير، وان عندك نهار رؤساء الاحياء والمحافظين في السجون، عايز ايه؟ وزراء في السجون، عايز ايه؟ وبنقول انا اكتر واحد دعمت ائتلاف 25-30 وغيري زملاء كتير، ليه تروح في قنوات الارهاب؟ ليه؟ بتديهم شرعية؟ عيب عليك يا اخي. مين؟ مين؟ طيب حاضر، احنا عندنا فقرة مهمة ان شاء الله تعجبكم. الصحة النهاردة بتعلن زيادة سعر الانسولين ل 48 جنيه. انسولين علاج السكر، العبوة فيها فيال 10 مللي من النوع اللي بتنتجه الشركة انسولينا. التسعيرة الجديدة 48 جنيه للعبوة. العبوة دي كانت بكام يا شباب؟ 8 جنيه ولا ب 10 جنيه؟ كانت حوالي 6.40 جنيه. هو طبعا هو بيقول لك انه 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 ده كان اقل من سعر التكلفه بكتير، والدواء ده كان بتدعمه الدوله فعلا، بس انا كان يهمني انه الاداره المركزيه لشؤون الصيدله بوزاره الصحه اللي بعتت لشركه المهن الطبيه، ودي شركه حكوميه، تقول لنا بس ليه التوقيت ده؟ يعني انا واحد من الناس شايف انه السعر القديم قليل جدا وما يساويش التكلفه وبيخسر، طب بس التوقيت ده ليه؟ وهل ده يعني هو ده اللي هيحل ازمه الدواء؟ احنا عندنا اكتر من، اقول في بعض الاحصاءات بتقول اكتر من 1000 صنف في الدواء مش موجودين. يعني انت النهارده بتعلن لي الانسولين لوحده هيزوده كذا، طب ما تحل لي الازمه كلها. يعني المساله كلها برمتها يا دكتوره هلا محتاجه نظر، حرام عليكم. النهارده ضبط 26 قربة دم فاسد في 3 مستشفيات كبرى بالشرقيه مثلا، او ده من ضمن الفساد في الصحه. حاضر. على السوشيال ميديا وانتشر صور تماسيح بالترع في سوهاج. الناس بقت تتصور التماسيح في الترع الصعايده وينزلوها على صفحات الفيسبوك. ورونا كده الصور يا شباب. المنوفيه بقى فيها تعابين في منطقه شبرا بخوم. يعني التعابين انتقلت من البحيره وكفر الشيخ راحت المنوفيه. ادي التماسيح في ترع سوهاج. وادي التعابين في شبرا بخوم في المنوفيه. انا بسال، هو احنا ما عندناش هيئه بيطريه تابعة لوزاره الزراعه يا دكتوره بوستيت؟ يعني الهيئه دي فين؟ وطبعا انتم مش عارفين ان الصيف جاي هاجم فالحاجات دي بتطلع. على السوشيال ميديا الحقيقه معجبين المطرب ماجد الماجد، زعلانين جدا لانه تم وفاته برصاصه طائشه من طلق ناري مش متعمد. الفنان 50 سنه والحقيقه يعني هو كان ليه خط كده لوحده في الغناء السعودي والخليجي، والناس زعلت عليه قوي في الرياض في بيته، تعرض لطلق ناري في الراس من رصاصه طائشه غير مقصوده، يعني يبدو ان حد كان كان بيتنظف سلاحه او حاجه زي كده. في ازمه دبلوماسيه ما بين كندا والسعوديه بسبب فتاه اسمها سمر بدوي، ناشطه تدعى سمر بدوي. سمر بدوي كانت بتطالب بالافراج عن بعض المعتقلين من نشطاء، وواحده ثانيه اسمها نسيمه نفس الشيء، وكانوا منزلين من كندا علشان يتواصلوا. دي صورها، ولما تشوف صورتها مع هيلاري كلينتون على طول تشك بقى بالنوال اخوانيه، بالنوال ارهابيه. فالسعوديه من حقها تحمي اراضيها من هؤلاء العملاء، من حقها. كندا زعلت ان تم القبض عليهم، لا، فحصلت ازمه دبلوماسيه بسبب رعونه هؤلاء الايه الناشطات. المطرب الجميل والممثل الجميل خالد سليم منزل صوره ليه مع زوجته، وحقه يعني، حقه يعني، الراجل يعني بيمدح في زوجته، حقه.
فبعد ما انتقد ده وقعد هو بيقول لها حبيبتي قلبي وروحي وعيني وام بناتي، كلام جميل يستحق الاشاده عليه، تشتموه ليه؟ تنتقدوه ليه؟ فالفانز بتوعه بيردوا على المنتقدين، وحصلت خناقه على صوره خالد سليم. خالد سليم طبعا من الفنانين اللي ما شاء الله محافظين على جسمهم والجيم تحت البيت وما بيفوتش يوم الا بيروح الجيم، ربنا يديك الصحه يا خالد يا صديق. مشاجرة عنيفة بين مصريين في الكويت، أنا مش عارف إمتى المصريين بالتحديد في الكويت كده يهدوا ويفهموا إن هم يعني يبقى لازم منظركم حلو، خصوصا الإخوة اللي جايين من الصعايدة تلاقيهم في حتت معينة كده وعلى أتفه الأسباب خناقة قامت. معانا فيديو يا شباب؟ ما هنشوف الفيديو. الحقيقة ما كنتش متخيل أنا شخصيا إنه سناء مظهر كانت عايشة، ودي أنا بعترف إنه ده خطأ رغم إن أنا متابع كويس أوي الجيل ده. سناء مظهر واحدة من أهم ممثلات جيل الزمن الفن الجميل، عرفت بإنها في مسلسل محمد رسول الله كانت من شريرات الجاهلية، كانت أشهر دور عملته أعتقد هند اللي أكلت الكبد الدور الشهير، واللي عملت الدور ده على في مسلسل على هامش السيرة، وأيضا في الأفلام القديمة عملت أدوار إغراء وأدوار شريرة. سناء مظهر رحلت عن 86 عام أمس، والحقيقة طبعا آخر عمل عملته قبل الاعتزال مسلسل بوابة المتولي، لكن كان لها أعمال كتيرة جدا مع نعيم عاكف وغيرها من نجمات هذا الجيل. هنشوف تقرير صغير قوي عنها، وبعد الفاصل هنلتقي ب طفل التهريب وأبوها، والحقيقة احنا هنسمع كلام جديد خالص لأنه الموضوع اللي هز مصر كلها، وهنتلقى رسائلكم وتليفوناتكم بعد الفاصل.